بونجور، مرحبا بكم في الماتينال. سعاده باستقبالنا مدام وفاء زيادي، سديري اخصائيه في طب الاطفال. بونجور مدام. مرحبا. الحمد لله. اليوم قلنا باش نحكيو على الاخطاء اللي نجم يتوحوا فيها الاولياء، سورتو تقع عندهم اول بيبي، والا كيف يقول لك انا ولدي نعرفه باش مريض دونك نداويه وحدي في الدار هكا ولا؟ بون في الحصص الاخرى حكينا شويه باثولوجي، معناها شنو الامراض. ماذا بينا الحصه هذه ديما نذكروا النصائح. اي كان تحبوا نبداو بالفتره الاولى نتاع الولاده قبل نحكيو في كل شيء الفترات الكل، ما قبل نرجع واحده للشيف. اوكي نرجع واحده للشيف. مرحبا بكم دونك ساده المشاهدين، التحقتوا بالماتينال توا، ما فاتكمش حاجه كبيره ياسر ياسر. فالشيف فتحيه حضرت الكيك من عند سماخت شيف، تلقاو طريقه التحضير نتاعو في القفام نتاع الباكو، سهل عليكم برشا الكوجينه سماخت شيف. باش نرجعوا معاها تعطينا الطريقه اللي باش تزين بها لي كاب كيكس اللي باش تعملهم هذوما من مستحضر اللي هو حاضر باش بالحق من عند سماخت شيف. الو الو، انا خذيت شوكولاته ذوبتها، شوكولاته لا تزيدوها لا زبده لا زيت لا ماء لا حليب لا كريمه حتى شيء. راهو الشوكولاته اللي بتزينوا بها ما يتزاد لها حتى شيء، اما تحطوها باماغي اذا كان ما عندكمش بلاك كيما هكايا بالضوء، خاطر هذه تذوب بالكدا، الميكرو اوند يذوب بالكدا، ما اذا كان فلام ديريكت راهو لابد باماغي، خاطر دوبا تحط شوكولاته على النار تتحرق ما عادش تصلح حتى شيء، تاخذ مطعم الحريق ما عادش فيها حتى دواء. الوغ انا هنا كوم عندي البلاك بالضوء نحطها سور دو ونخليها نقعد نحرك فيها حتى لين تذوب، اكثر حاجه تذوبها ما كانش حطوها في صحفه بالنار، تدخل 3 سيكوندات ومعاد تحركوها وتعودوا لها 3 سيكوندات في الميكروند ذوب بالوقت وسخنتها امبيكابل، حطوها في المينيموم في الميكروند تجي ذوبينها خارق العاده وتقعد تلمع. باهي انا شوكولاتي ذوبتها على الغاز، حركتها برشا مرات، خليتها تمبيراتور نتاعها ما تعديش ال 26 دوغري. تحسوها وقت اللي تحطوها المغرفه، تاخذ المغرفه مش هذه اللي يحطها هنايا، ناخذ مغرفه اخرى، وقت اللي تحطوها على فمكم هكايا ما تحرقش هذيك ال 26 دوغري، خاطر اقل حرقان راهي سخنت فوق القيمه، لازم تبردوها وتعاودوا تسخنوها، يتسمى تمبيري لو شوكولا. الوغ توا خذيت الاوراق هذوما، اوراق اللي يجيو هما راهم فما انواع يجيو. فما نتاع لي بيسكوس، فما نتاع الورد، فما دي بلونت ما يجيوش الاوراق نتاعهم، وفما اوراق راهي امبوزوني ما تمشيوهمش كيما نوار الدفله والحاجات هذوكا، كونتين دو بوزون. الوغ انا نقول لكم اكثر حاجه تنجموا تزينوا بها الورد، ورقه الورد مش الورده بيدها، الاوراق اللي دايره بها البرانين الخضر، والا لي بيسكوس، هذايا لي بيسكوس هي اكثر حاجه تخرج الزينه نتاع الاوراق. نشد الورقه هكايا ونحطها على وجه الشوكولاتة ونجبدها بالسياسة وهي تغلفت. الوغ نستناها تستقطر دوبلاش شوية وبعد نكركرها هوني باش تنحي إذا كان فما في قفاها شوكولاتة. أنا عملت ورقة ديجا سبقتها، توا نجي من الحرف نتاعها الفوقاني أنا نجبدها والزينة نتاعها تخرج كأني ورقة نتاع سجرة. يعطيك الصحة شفتية. دونك هذه مزيانة برشا صراحة. بلا. الورقة من داخل مش لقفة. فوالا. نهز الورقه نتاعي تقعد تشيح غادي ما نمسهمش، نهز الورقه نتاعي نشدها هكا مثنيه ومن بعد نحطها في وسط الشوكولاته، هي تهبط وحدها تلم الشوكولاته نتاعها، نستناها دقيقه برك تهبط بقيت الزيت هايك تحطوها هي كي تشوفوها اغزب بين تلمع والا طافيه، كي توفى تجمد الشوكولاته ترجع تيبس تطفى شويه، هي فيها لمعه ما جوست بتاع الشوكولاته، نشدوها من الحرف هذا احنا نقلبوا الورقه وهي تجي ورقه مفصله مزينه، هذوما نعاودوا بهم برشا مرات ما كيبيتوا انا لوح. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا الزينه نتاع الورق نتاع الشوكولاته. انا ساده المشاهدين باش نحضر معاكم طبق على السريع اللي هو باش نعملوا كيف ما قلنا اليوم السفن، السفن كيفاش نطيبوه؟ برشا يطيبوا به مقرونه وغيره، انا اليوم باش نطيب به حاجه سهله برشا. دونك ناخذ السفن نتاعي وناخذ شو قبل زيت زيتونه من عند الزيان، نحط في بواله هكا، لازم البواله اللي باش نحط فيها ولا الطنجره تكون عندها الغطاء نتاعها اللي يضبط بالكدا بالكدا. دونك هكا نحط شويه زيت زيتونه من عند الزيان، الزيت البيولوجي هذايا بنين وصحي اكيد. دونك ناخذ المكونات الاخرى اللي هي اول حاجه باش ناخذ البصل والبطاطا نتاعي، ناخذ بطاطا وبصل دي رونديل انا عملتهم، نعملهم كعيبه بكعيبه هكا، نحط معاهم البطاطا بنفس الطريقه. دونك دي رونديل بطاطا دي رونديل بصل،
يسيب البصل يسيب الماء نتاعو على البطاطا يعطيها نكهه بنينه برشا هكاكا في قاع الطنجره. ديما ما ننسوش نصبوا كيف ما قلنا شويه زيت زيتونه زيت زيان نبدو به. هذايا نواصل بنفس العمليه هكا رونديل البطاطا ورونديل البصل واحده بواحده كيف ما قلنا يسيب نكهه بنينه برشا للصوص نتاعي البصل مع البطاطا الموجوده فيه اللي هي باش تعطينا مصدر للنشويات يعطينا اكيد بالضروره طاقه. توا باش ناخذ شويه بطاطا الداخل وشويه بصل باش نحط معاهم دي رونديل نتاع طماطم هكا كعيبه بكعيبه دونك هنا نفس الطريقه نحاول نوزع البصل على الوجه بالكدا ناخذ كيف كيف البطاطا اللي قعدت لي معاهم دي رونديل طماطم كيما المصلي اللي نعملوه تونسي نتاع الدجاج وغيره. دونك اليوم باش نعملوه بالسفن نحط معاهم طريفات فلفل. انا قصيت معاهم اللي يحب المرقه تجي موزوزه هذيا ينجم يعمل فيها طريفات فلفل حاري يعطيكم نكهه ممتازه. مع هذايا انا باش نستحق شويه ليمون اللي ما عندوش ليمون نجم يستعمل كعيبه قارص يقصها دي بتيت رونديل صغار فيه هكا مش برشا شطر كعبه قارص تكفي مش ما تعطيش برشا مراره في الصوص مش تعطيك مراره لكن مش قويه. دونك نحط الليمون هذا على الوجه هكا. شنو تبقى؟ بقى المكون الرئيسي نتاعنا اللي هو السفن. انا غسلته بالكدا بالكدا حطيت شويه خل في الماء نتاعي من غير ما نبلانشي فما اللي يعمل يبلانشي الحوت هذا معناها يحطوا دوبله ياخو غلوه صغيره باش تنحى ريحه الزفره نتاعو وكل شيء. انا نحب نحافظ على نكهته عملت له شويه ماء وخل والا ماء وقارص كيف ما تحبوا انتوما يترنخ فيه شويه تنحى الريحه الزخمه وقتها نخرجوا ونسكروا من الماء نتاعو ونستعملوا مباشره. دونك هكا نحط كمل كميه اللي تبقات لي من البطاطا نفس الطريقه. دونك هنا تو باش نفوح الفواح مانيش نعملو مباشر عليهم باش ناخذ شويه زيت زيتونه اخرى من عند الزيان باش نحل فيها مغيرفه هروس مغيرفه محترمه من الهروس الدياري من عند عبيده اللي هو فاوح بالكدا بالكدا. مانيش نحط تابل وكروي على خاطر هو ديجا فيه باش نحط معاه تشيشه ملح باش نحط معاه تشيشه فلفل اكحل واكيد مانيش نحط ثوم خاطر الهروس نتاع عبيده فيه برشا ثوم. دونك شويه كركم هذايا نخلطوا مع بعض ونزيد معاه شيشه ماء هكا نخلطهم كل ليل يتحل الهروس في وسط الصوص هذيا. مانيش نعمل طماطم خاطر ديجا استعملت طماطم فرش كان اليوم. دونك معاه اللون باش يجي معناها مستحمر شويه باش يجي من الهروس الفرش كذايا من عند عبيده هكا نخلطوا بالكدا بالكدا. الريحه ياسر بنينه ريحه الثوم طالعه بالكدا بالكدا من قلب الهروس خلطهم هذوما نفس الطريقة هذه اللي عملتها أنا بالسفن نجم نعملها زادة بالدجاج وتجي سهلة وبنينة وما تاخذليش وقت على الغاز. دونك كان تلاحظوا أنا ما صبيتش برشا ليكيد على خاطر البطاطا والبصل والطماطم باش يسيبوا الليكيد نتاعهم. دونك نشعل النار نتاعي نحطها على سخانة متوسطة نحط معنا مش متوسطة نحط على سخانة هادية على الأخر نغطي البوالة هذه بالغطاء نتاعها نخليها ليل الطيب تقف على زيتها وقت نمس البطاطا نلقاها طابت راهي المكونات الأخرى الكل بالضرورة تكون حضرت وطابت. صحة وبالشفاء ليكم. هذايا مرميت السفن اللي اقترحتها عليكم اليوم. بعد شوية مع بعضنا باش نشوفوا لي شوسون اللي باش نعملوهم بالبات فيتي من عند فورنيتو. ميرسي بوكو الشيف. الوغ نرجو نحكيو مع مدام وفاء زيدي اسديري اخصائيه الطب الاطفال. قلنا اليوم باش نحكيو على الاخطاء ولا كيفاش لازمنا نتعاملوا مع الصغيرات ملي هما صغار حتى كشن يكبروا نبعدوا عليهم المخاطر الكل هكا ولا اي به نبداو قلت لي بلي 13 باش نبداو بالفتره الاولانيه معناها لي نوفوني كسوا لماما اول مره تجيب صغير والا حتى عندها صغار اخرين ديما نذكروا اللي حتى البيريود الاولى لماما تبدا تعبه وبعد ولاده وكل شيء راهو لي سوا اللي نعطيوهم البيبي كما ذكرنا مرة الاخرى شيف ايوب قال لي بربي اكد لي على لومبيليك معناها على السره راهي زعما تتنظف بكدا قلت له اي تو نعملوا حصه مره جايه لي سوا اللي نعطيوهم البيبي كسوا القطر اللي في العين يفهم لها شيف ايوب قاعد يحضر في روحه دونك القطر اللي نعطيهم البيبي للعينين
يلزمهم ياخذهم، ما نفوتوش الفتره المعينه والمحطوط، خاطر ساعات تجيك تقول لك انا عندي جمعتين نوقف عليهم، لا جمعتين برشا راهو اربع خمس ايام قطر العينين، سا ديبون احنا والدواء اللي خذيناه من الاول. السوان دو رومبيليك السره هذيك تتنظف ثلاث مرات في النهار باش تطيح في ساعه، باش تطيح في ساعه فوالا، خاطر تو غوتار يخوفنا تنجم تكون حاجات اخرين. وحاجه اخرى تريز امبورتونت اللي السره هذيك تنجم تتعفن راه. صحيح. معناها مش خاطر نخافوا عليها باش نمسوها البيريود الاولى نتاع الولاده ما نمسوهاش، راهو ريسك من بعد تتعفن وتنجم تسبب لنا برشا قلق، على خاطر كونتاكت ديريكت معناها السره تبدا عليانه فوالا افيك لي باكتيري لي فيروس، ينجم تعمل حتى اون سيبتيسيمي للبيبي. شنو معناتها سيبتيسيمي؟ معناها سي اون انفكسيون غراف صغير للبيبي، ينجم تطلع له سخانه، ينجم يولي يرد، ينجم يولي عنده دياري، البارتي نتاع الكرش هذيك كلها تتعفن. لازم يغطيوها ولا كيفاش حكيت؟ اي نغطيوها بكومبريس، خاطر هي بارتي ديما تبدا مغطيه بالكوش معناها باش تتمسخ هكا ولا هكا، ديما نحاولوا ان نغطيوها بكومبريس كل مره نفخوها بالدواء ونفخوها بالدواء. حاجه اخرى ما نقلعوش الكومبريس مره واحده، نفخوها شويه بالفيزيول ولا بالفيزيول خاصه، ومن بعد نحلوها بشويه بشويه، نبدلوا احنا كي نبدلوها ثلاث مرات في النهار ما توصلش تلصقرة. فما حاجات اخرين تعرفت لي كونسي دي معناها نتاع دي غران مير ولا حتى الجيران هزين الحلق التقميط ها باش نوصلوا احنا مازلنا في السوا نتاع الايامات الاولانيين في السوا مازلنا نحكوا في السوا دونك فما القطن العينين الخشم الخشم الفيتامين دي الفيتامين دي بون نجموا ناخذوها حتى بعد جمعتين مش لازم من نهار الاولاني ولا نهار الثاني احنا مازلنا في الايامات الاولانيين نوصلوا هزين الحلق راهو هزين الحلق ما عادش نعملوه خاطر احنا بطبيعتنا البيبي كو سوا تولد في معناها في اغلبيتهم تو يولدوا في السبيطار في السبيطار ولا في الكلينيك معناها لي سوان هذوك الاولانيين كلهم نعملوهم تاع البيبي دونك ما فماش هزين حلق لا بالعسل لا بالفاكهه لا بالزيت لا بالسمن لا بحتى شيء. نقول حاجه دكتور سامحني انا كان فو ديت تو سا سي بور موا سي دو شينوا خاطر ما جبتش صغار ولا عمري كان عندي ان كونتاكت افيك ان انفون وديما سؤالي اللي ديما في مخي هل انه المراه كيف تجيب صغير مثلا الدكتور ولا الميدسان اللي باش كيفاش تتعلمهم الحاجات هذوما يعني باش تعرفهم فوالا معناتها منين لينا الحاجات هذوما كسوا في سبيطارات والا في المصحات معناها في الكلينيك سي لو بروميي كونتاكت دو بيدياتر اللي تري امبورطون معناها البيدياتر يحكي مطولا مع وعندنا لي بيروكولتريس معناها اللي لاهين باللي بيبي كو سوا زاده في الكلينيكات ولا في السبيطارات يوريو لا ماما كيفاش تبدل للبيبي كيفاش تبدل الصوره نتاع لا يوريو الحاجه روح تكون رجنتي وتنزل لك هكا تكبر هكا تكبر نرجع قلنا ما نهزوش الحال ما نهزوش الحال عصرة نصدر زاده عصرة نصدر ما عادش كان تنجم ديجا قاعدين نشوفوا فيها على الصوره هذيا يقول لك باش نحيلوا الحليب من صدره دونك سي ابروسكريب ما نعملوهاش بالكل العمليه هذيا جون بروفيت هما يقولوا الاساطير تقول نحيلوا عصروا له الحليب باش ما يطلعش عنده العرق الخايف داكو ما فهمتش هذا في هذا ما عنديش رابور لا هذيا خاطر مسو هذيا عصروا له لطف اوكي والتقنيط التقميط بالطريقه اللي نعملوها في تونس لا علاش على خاطر احنا نخافوا ديما من ان عندنا تكون اونش لوكسي معناها مخلوعه مش في بلاصتها هذيك وقت اللي احنا لقمتوها بالطريقه نتاعنا نزيدوا اون فا اغرافي لا سيتواسيون باغ كونتر المايوتاج اللي يعملوه انه بون احنا ما نعملوش برشا في تونس يعملوا برشا في الاوروب هذيك فوالا يعملوا في الاوروب حتى مش اي والله هذيك سي بوسيبل نعملوه معناها ما يقلقش بالكل كيفاش دكتور معناتها الناس اللي يتفرجوا فينا ما يعرفوش في تونس كيفاش هو لما حنا عندنا دي فيديو معناها ورينا كيفاش يفو ايكارتي معناها يحلوا شويه الساقين ويحطوا معناها فولونجي من الكوتي هذا ومن بعد من الكوتي هذا ويدفي صغير داكوردو لو فيت ان احنا حلينا الساقين هذيك سافا سافا با اغرافي كان عندنا لا قدر مشكله في الخلع ولا بالطريقه الاخرى ان احنا نسكروا وقتها تولي عمليه اي والله مسكين شنو الحاجات الاخرين اللي ممكن دونك حكينا على التحليق فما حاجه اخرى بوسين البيبي معناها تقول لك لا ماما انا هكا هو نبوس لا مش انت هكا هو خاصه كي يبدا عندنا سيغتين انفيكسيون فيرال كيما الهربيس هذيك البروده اللي تجي في الفم راهو اذا كانت عدا البيبي المره الاولى باش تقعد معاه على طول اه وي نجم نبوسو من يدو ما نجمش نبوس مش لازم تبوسو لا ما نجمش لا كي تبدا مريضه لا من يدو من يدو لا
كي تبدا مريضه لا بالحق معناها حتى لي بي سي دي سينو انفيكسيون اللي باش يقعد معاها على طول معناها ما تلبسش حتى وقتاش حتى شهرين ما دام انت مريضه قلت لك ما لا انا مش مريضه لا انت لبس عليك بو صحيح انا لبس عليك بو صحيح باهي وفي شو الاخر ممكن اللقطه باهي حاجه اخرى زاده لو ريفي دو بيبي تنجم تقول لك ماما انا خليته راقد ما قامش لا كيما حكينا قبل في الاليمونتاسيون ما نفوتوش ساعتين ونص ثلاثه سوايع لي بيبي صغار في الميزان ديما كل ساعتين والبيبي كيف كيف اللي يبدا بصحته نخافوا يتيح له السكر هذاك يرضى يستحق انه يرضى اكثر شويه بالصغيرات قداش تقعد الدكتور بريود هذايا نتاع نقيمه كل ساعتين لو طون اللي يوصل 5 كيلو معناها البيبي سا ديبون كيفاش الميزان اللي تولد به هو بطبيعته بشوي بشوي سورتو الايامات الاولانيين على خاطر البيبي خاطر ماهوش متعود انه يرضى خاطر نخمم ديما في المهل تخدم مثلا معناها ماليش تجمع هذيك الكونجي هذوكم فوالا البريود هذيك معناتها وهي بالذات تدخل هنا ست شهور حرف العام حاجه اخرى اما حكايه البوس فما برشا امهات يبوسوا صغارهم على فمهم ولا ياخذ السوسات يمصها بفمه بعد يعمل امه امه عادي نظيفه هذه ما نعملوهاش اكبر شويه يوصل صغير شهرين شهرين ونص نرجع لي غومير والجيران يقول لك ما فيها بيس كعبه بسكوي في الليل ما تعملوا حتى شيء في البيبران لا حكينا مطولا في موضوع الاليمونتاسيون ما نبداوش قبل اربع شهور نبداو بحاجات معينه سامحني فما حاجه انا سمعتها فيها مزوز برشا يقول لك بيبي اكبر شويه فما شكون يعمل له مساج بزيت زيتونه زيت زيتونه يظهر لي اللي اغلب العباد يقبلوها ما فما بيبيات والعباد ما يقبلوش زيت زيتونه تولي اسكو صحيحه الحكايه هو راهو زيت زيتونه سي ان برودوي معناها اكسلون C'est un très bon produit, خير من زيت اللوز, خير من لي برودوي الموجودين، مي لي بيبي اللي هما عندهم جلده حساسه معناها لا ديرماتيت اتوبيك هذوكم اللي ما يقبلوش التمسيد بزيت، مي باغ كونتر هو سي ان تري بون برودوي معناها اون لوتيليز. كي جبدنا على الجلده الكوش سي لوجيك باش تلقى عنده شويه هكا حراره احنا نقولوا ولا فوالا نرجعوا المناديل المبلله معناها سو كون ابيل لي لانجيت بالفرنساويه راهو اون كا دورجونس صغير ديما فوالا ديما صغير نظفوا له بالكيسه بالماء والبيبي سورتو البنوتات نظفوا لهم من قدام وتمشي للتالي مش من تالي القدام خاطر باش ما تجيبوش جراثيم من تالي القدام لي غارسون زاد يفو فير اتونسيون ساعات الاولاد يتولدوا فما انفيموزيس سيري معناها العضو الذكري نتاعو يبدا محزوق شويه يفو با فورسي ساعات تقول لك ليه بالزيت حلها لا يفو دوموندي كونسي للطبيب نتاعك خير اي بالنسبه نكملوا في نفس الموضوع فما برشا صغار نطهروهم هما صغار راهو يفو فيغ اتونسيون راهو مش لي سوان كيف كيف نتاع البيبي وقت اللي تنظفوا له لي مثلو لنين نتاع الطهاره راهو يلزمك تنظف له ثلاث مرات باش ما تلصقش عليه جلده كيف كيف ما تنطرش تنطيره واحده معناها تجبد مره واحده خاطر سافا اغرافي تنجم تعمل لك ايموراجي انا شفت صغار تجيبوا امه ملحفه لليورجونس دوميت وشرتلا علاش خاطر قلعوا هذيك الكومبريس الاولانيه اللي حطيناها فما مشكله اخرى انهم يهزوهم طول البحر لا مش طول البحر سي فغي هو عندنا ديما في عادتنا ان البحر يسيكاتريز رابيدمون سي فغي بموش نهارين الاولانيين ولا ثلاث ايام الاولانيين الطفل مازال معناها جرحه محلول وانت باش تهز تحطه في البحر لا هو مازال قايمه هو سيكاتريز من الاول ومن بعد تنجم تهزه للبحر حتى مشكل سامحني احسن وقت للطهاره وقتاش معناها بعد عام اذا كان ما عندناش مشكله ابارتيغ من ستة شهور للعام يكون صغير كبر شويه خاطر عندنا فما برشا صغيرات يتولدوا بصحتهم تبدا العضو الذكري نتاعهم الداخل شويه ما نجموش نشوفوه بالكدا من الاحسن ستة العام اذا كان ما عندناش مشكله فما صغيرات يلزمنا نطهروهم هذا كسي وفي الوقت هزربنا دونك ماذا بيا كي نحكيو على الفاكسان فما دي فاكسان مجبورين علينا نعملوهم فما دي فاكسان تحسهم اوبسيون انت رايك بيدياتر
اسكو تنصح نعملوهم الكلهم ولا؟ هو بتبيع الفاكسانات معناها انا ديما نقول لهم نعرف اللي هما غاليين 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 غاليين، مي انا ديما نقول اذا كان نوعيو لي بارون اللي راهو الخطر اللي يجم. تو انا مثلا البارح مشيت لاكوشمون اون 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 غومير معناها جده قالت لي بربي باش نسلك عايش بنتي راهو فما فاكسان تاع السخانه في الراس. راني انا ما عملتهاش بنتي خاطر ما قالوليش عليها، كان قالولي راني بعت حتى فرده من يدي وعملتها لصغيري معناها قلت لها احنا توا ولينا نعملوهم وان شاء الله بروشينمون باش تدخل في البروغرام ناسيونال تونيزيان باش تدخل وباش يوليو صغيرات الكل معناها كيما اللي عنده كيما اللي ما عندوش. ونحمد ربي اللي معناها البرنامج هذايا باش يطبق في تونس واللي صغيرات الكل باش ياخذوا الفاكسان هذايا ان شاء الله. سامحوني معناتها فما دي فاكسان ما فما احنا ما نعرفوا صغير عنده دي فاكسان يعملها فما حاجه اخرين دي زوبسيون معناتها تعملهم هذاك غاليين برشا وي. مي كي تجي تشوف انت شنو احنا نتفاداو بهم فما والدين يقول لك انا ما يسالش معناها حتى نعرف شكون ما عندهمش ويعملوها ويلاسي بارتو لي مويان باش يشريوها ويعملوها. باهي وفاء باش نخدموا بالسؤال هذا كان تسمح. فما اخطاء يعملوهم الاولياء انه يشرب دواء وحده كي تقف فوالا هذه هي اللي حبيت نحكي فيها. راهو لوتو ميديكاسيون راهو ردوا بالنا راهو باش لوتو ميديكاسيون شنو معناها انه الوالدين يعطيو دواء وحده. راهو تنجم انت تعطي فما دوايات نعطيهم احنا لي بارون نقول لهم بربي مثلا تجيك تقول لك انا عنده سخانه 40 دكتوره هاني جيتك نجري. لا ما تجينيش تجري اعطي دواء سخانه وبعد يجاني كان ما تحسنش فوالا. لا لا 40 جينيرالمون يفو كونسلتي معناها 40 برشا يلزم واحد يمشي يعدي ساعات تاخذوا كيما هو يجم يخدموا لها في ثنيه معناها 40 سي بوكو تكالم وتجيبو فوالا تعطيه دواء وتجي مرحبا بيك. لوتو ميديكاسيون لي زونتيبيوتيك راهو فما برشا والدين يعطيو لي زونتيبيوتيك وحدهم ردوا بينا راهو نجمو اون بو باسي اكوتي دو كاتاستروف معناها انه لا يقدر ديبي دو ميناجيت انت ديجا بديتو ثلاث ايام انتيبيوتيك انا ما نجمش نعرف معناها حالته تحسنت تتعكرت احنا وين. فما بربي نبته نستعملوها لي غرومير هي الفيجل اللي توكسيك بور لي زونفان لي لوزن ويغليوها فما شكون يغليها ويشربها للصغيرات يفو فيغ اتونسيون فيجل توكسيك للكل مش كوميستيبل معناها وي تعرف هريس ميو في الساحل سامحني في بني خيار يعملوا في وسطها الفيجي صحيح هذه بور لي زونفون بور لي زونفون البلانت اللي قطروها في الودنين يقطروها له في الودنين معناها يفو فيغ تري اتونسيون بون ما نعرفش يدهنوا بها وفاء يدهنوا يقطروا يقطروا فما شكون يغليها لا راهو في الودنين راهو يفو با يفو با لا اطلب اطلب الزيتونه ويقطروا ما ننساوش الوقايه والصحه في الدار لي بريز يلزمنا نغطي فيهم الدواء يلزم لا بواتا فارماسي تكون ديما معلقه الفوق راهو فما دي زانتوكسيكاسيون ما نعرفش كان حكينا فيه توتالا لي فيرالغون اللي هو الباراسيتامول معناها من غير ما نعملوا بيبليسيتي راهو سي توكسيك راهو خطر جدا على صحه الصغيرات اذا كان شربوا واحد شربوا بالزايد اي فما اون ماما شربت الدواء ومشات جوست قالت لي على التلفيته شربت دبوزه كامله الطفله سي توكسيك يحرق الكبده راهو ردوا بينا بالكدا بالكدا ايوا والوحدات نتاع الميناج زيد يخبيوها على تري تري بيان هذو ما معناها لي ديتيرجون اي وحاجه اخرى سان اريف با كوزوت معناها راهو يلزمنا ردوا بينا راهو الاخطاء تنجم تجي لاي واحد فينا دونك قد ما ردوا بينا بشويه زيد نختار لابوال في الكوجينه الكوجينه ممنوعه على الصغار الفلوس بالحق سينا بلاد 500 تري تري امبورتون لي جوي شقاقه لي بيتي جوي يفو فير اتونسيون وقت اللي صغار الصغيرات يلعبوا سورتو لي جوي اللي فيهم لي بيل قداش من صغير يجينا بيل على بيلا يا لطيف دونك يفو فيغ اتونسيون خاطر من بعد راسينا في فيبرو ونجبدوه علاش نحكيوش مره اخرى وفاء على كيفاش كانت تخنق صغير ولا حاجه كيفاش نجمو نعالجوه الاسعافات الاوليه في الدار. باهي ميرسي بوكو مدام وفاء زيادي يزديد اخصائيه في طب الاطفال. نخرجوا الروبورتاج الخاص ولا سبوت الخاصه بليبرتا فواياج المسابقه. ليبرتا للأسفار والسياحة حجاجنا معتمرين في مم عينينا أديم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وراء
الصلاة على الحبيب محمد. حسن عسلم ومرحبا بكم الناس الكل اللي بختار فواياج المزود الأول للعمرة في تونس. بدأت معاها المفاجآت، والمفاجأة المرة هذه في شكل مسابقة الفائز فيها يفوز بعمرة. المسابقة بعنوان شاركنا في الصلاة على الحبيب المصطفى. ما لا أي حد يحب يشارك، ما عليه كان يسجل روحه تسجيل صوتي وإلا صوت صورة في مقطع ما يفوتش دقيقة، وينجم يبعث لنا المقطع في ميساج بخيفي على صفحتنا في الفيسبوك ليبرتا فواياج، وإلا زاد ينجم كيف كيف يبعث على الواتساب اللي هو 29 834 336. ونعاود نقول لكم أنه راهو الفائز بأعلى نسبة تصويت هو اللي باش يربح عمرة مع ليبرتا فواياج. وما تنساوش تزوروا موقعنا www.libertavoyage.com. ميلا مع ليبرتا فواياج، حجاجنا ومعتمرينا فيما معينين. ليبرتا للأسفار والسياحة، حجاجنا ومعتمرينا فيما معينين. دونك كما قلت لكم زميلتنا مونيا الحرزي اللي يحب يربح عمره ما عليه كان يبعث غنية يتغنى فيها بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعاود نقول لكم فقط مش أغاني دينية أون جينيرال. سعادة باستقبال الدكتورة زبير شاطر مختص في التغذية. مرحبا بك. مرحبا بكم سيدة ياسر، مرحبا بكم. برشا شحزونة اليوم، برشا شحزونة. سيدي باش نحكيو على التغذية وكيفاش نعملوا ريجيم وكل شيء، أما قبلنا ليش. مرحبا بكم سادة المشاهدين، احنا رجعنا لكوجينة الماتينال باش نحكي لكم على لي شوسون كيفاش باش نعملوهم بالدجاج مليحه. اخترت انا البات فريتي من عند فورنيتو، لكن قبل هذا الكل نحب نشوف لي كاب كيكس اللي قاعده تحضر فيهم مدام فتحيه، شيف فتحيه الشواشي. حاجه مزيانه، انا بدت الفكره توضح في مخي شويه. أنا كيفاش انا تجيبوا لي ديتيتيسيا هنا يا جي اونت دو سكو جفي شوكولاته وجاتو وكل بعضها. جيبوا لي ان دكتور اون ديتيتيك جي اونت. اعمل عين رات وعين مرات شعمل كيف. اسمعك انا هاني نخدم بشوكولا نوار سان بور سان ماتيير غراس. اي باهي برشا. Alors, ça va être que du léger. La galbe, docteur Mouchmani. Bon, on a pris, si on a fait le cupcake, le zibda, le zit, le kahkait, le kol, on a pris le chocolat à kahla, on a pris les cassettes, on a نعبي ومغرفة شوكولاتة مذوبة في وسطها. بالحق بالله فيما يخص الشوكولاتة هي ملاحظة حلوة برشا. أي قول. فتحية ديما ناخذ ماذا بينا كي ناخذ الشوكولاتة يبدا مكتوب عليها هذيك 72 وفيما فما فوق غور دي كاكاو ديما ناخذوها ما تاخذوش فيها زيوت مهدرجه وكل شيء. زبده الكاكاو هي اكثر زبده خير، معناها خير من اللي تاخذوا زيوت مهدرجه فيها. طبعا بعد نتصور الاخصائي في التغذيه علقنا على الحكايه هذه يقولوا لنا صحيحه ولا لا. هو راهو الشوكولاته قد ما يبدا فيها كاكاو لكحل قد ما تكون خارقة العاده. انا تو حطيت في وسط الكاسات هذه ومن بعد نفرخها بالسياسه بالمغرفه ونخليها ما نخليش فيها ابيض ونحطها هكايا. هذوك ليمول ما نحط فيهم كان الكوب نتاعي اللي هي باش تقعد تجمد. وتو نوريكم تو كيفاش فما كعبات. نعاود نوريكم جوست اون بوتيت ديمونستراسيون كيفاش انا نخدمها، خاطر ايوب قاعد يحكي على الشوكولاته. انا صب مغرفه ومن بعد نمشيها على الحراف بمغرفه صغيره، جوست ندهن الحراف كوم يلفو ما خليش هواء. الكاسات تحطوهم دوبل راهو من الاول ومن بعد راهو ما يتلوحوش. الاولانيه تلوح اللي لاصقه الشوكولاته، اما الثانيه هذيك نحيها جو ريكوبير ونعاود نخدم بها. نحي الزايد نتاع الشوكولاته نخلي وسطها نابي بالقدا معناها مغلف بالشوكولاته كيما يلزم. من بعد نجي هوني نحطها في هذيا باش تقعد واخذه الفورمه باش ما تتحلش، خاطر كان نحطها لبرا تنجم الشوكولاته رزينه تطيح وتتحل. باهي نجي للكوب نتاعي هذه نشوف اذا كان انا حطيتها دوبل، نحي الثانيه اللي هي باش تكبس الورقه نحطها نرجعها. ومن بعد نجي من الحرف ونبدا نجبد بشويه بشويه الحراف من بعدهم على الشوكولاته. سيسوها اغزروا لها كيفاش تتنحى تقعد امبيكابل. تقعد هي التاس تقعد تاس. تو كل مره نعمل لكم نوع نتاع مول بالشوكولاته برشا انواع راهو فما مش هذه برك. تشدوها من وسطها بالسياسة وتنحيو الكاغذ بشوية بشوية بشوية. الكاغذ راهو هذا سبيسيال نتاع اللي يسميه كاسات تاع بقلاوة راهو ما يلصقش. وهيك الكوب نتاعي جويدة، المهم صبوها جويدة باش ما تقعدوش تاكلوا في برشا شوكولاتة رزينة. ومن بعد باش نحط فيها هذه
نقص فيها دي بتي مغسو بال شيف فتحيه اش قولك باش نرجع لك تو سويت باش تورينا كيفاش تحط فيها هذاك من بعد ها من بعد جو في لا غارنيغ جو في لا مونتي هذاك من بعد ترجعوا لي جوست بور مونتري كو الديمولاج راهو ساهل ما فيه حتى شيء. الاخصائي في التغذيه علقنا على الحكايه هذه يقولوا لنا صحيحه ولا لا هو راهو الشوكولاته قد ما يبدا فيها شيف فتحيه باش تحط فيهم الكيك نتاع سماك شيف في حد ذاته انا باش نحضر بالبات فيتي فورنيتو خذيت البات حضرت انا شيف فتحيه قصت انا دوائر هكا تو باش نعمل بها لي ميني شوسون هذوما باش نعملوهم فارس ياسر بنين ومزيان وسهل وسريع خذيت انا الصدر نتاع الدجاج والا تنجموا تاخذوا الاسكالوب دو داند من عند المليحه هذوما تقصوهم جيدين وتشوحوهم مع شويه بصل في شويه زيت زيتونه من عند زيان فوحهم ملح وفلفل اكحل ما اكثرش هذايا الدجاج نتاعي باش نزيد عليه جبن مرح هونك هكا النجم هنا كان حاب نزيدهم شويه عظم طيب النجم نزيدهم شويه سبناخ اللي يحب يزيد شويه معدنوس هنا الاختيارات معناها مفتوحه لكم انتم تنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه في كفارس انا حبذت اليوم نعمل الفارس نتاعي خفيف هكا فيه شويه فرماج وشويه بولي من عند مليحه دونك خلطهم هذوما الكل مع بعضهم مش باش نفوح على خاطر الدجاج ديجا فاوح بالملح والفلفل الاكحل ناخذ كعيبه البات هذه نتاعي ونحط فيها شويه من هالفارس ما نكثرش برشا باش تتسكر هكا نجي هنا ونسكرها كيما كعبه بريك الدنوني دونك هكا تبقى على اختها يتسكر الفم نتاع البيت شوسون هذوما بهالطريقه مانيش نعمل فرنجة في التسكيره نتاعها يعني مش نسكرها بالفارقيطه نحبها هكا باش من بعد تتورق العجينه خاطر احنا قلنا استعملنا بات فيتي اليوم الكعبه هكاكا نجي ناخذ لها شويه حليب حطيت فيه طابع سكر نحركه بالكدا بالكدا ونجي للوجه نجم ناخذ نعمل بالحليب دورير هذايا باش تولي كعبه لي شوسون هذوما الكعبات نتاعنا يوليو دوري مزيانين في الكوشه دونك نجم نعملها بالحليب كيما نجم نعملها بالجون دوف ناخو اصفر عظم نتاع مليحه نركضو وناخو بعد بالفوشه نتاعي ولا بالبانسو هذيا وتعملوا الوجه نتاع لي شوسون نحطوا الكوشه تسخن على 200 درجه ونعدي فيها كعبات لي شوسون يكونوا حاضرين في وقت قياسي انا باش نكمل الكعبات نفس الطريقه نخلي الكلمه لاختنا فاطمه وضيفه وراجعين مع بعضنا الكوجين في المدينه ميرسي بوكو لي شيف نرجعوا نرحبوا بسي زبير شاطر مختص في التغذيه قلنا اليوم باش نحكيو على التربيه الغذائيه الجديده اللي تخلينا ننقصوا في الوزن وما نرجعوش نسمنوا به نعرف اللي برشا ناس تعمل ريجيم وهو يتعبوا برشا والجو هذاك الكل بعد يرجعوا يسمنوا هذه الخلاصة والكونكلوزيون اللي عملوها اللي لاهين بالعباد اللي عندهم مشكلة في الوزن وحتى مشكلة السمنة احنا كلمة السمنة بيدا نحبوا نبعدوا عليها العباد اللي عندهم مشكلة متاع وزن احنا اللي نتعاملوا معهم انا واحد من الناس 20 سنة مشكلتنا الكبيرة من بعد ما يوفر الرجيم كمان الرجيم حطينا العبد على معناها على سكة مش سكة على ظروف صعيبة يكمل الرجيم تاعه ويضعف المشكلة من بعد ستاتيستيكمون 80 90% من العالم الكل اللي يعملوا ريجيم بعد يرجعوا يسمنوا دونك قعدت لنا مشكله كبيره نتاع كيفاش نخليه العبد ما يرجعش يسمن خاطر يقعد محافظ على ريجيم حياته كامله ما نجمش سي كونتر ناتور سورتو كي يبدا عبد مخمي يحب الماكله وفهمت احنا مشغولين نحبوا الماكله والماكله علاقتنا معها علاقه قويه ياسر معناها اول ما بدينا اول ما بدا البيبي اول باكي خاطر جاع دونك العلاقه من الاول هذاك علاش حتى العباد كي تكبر كي تبدا عندها شويه قلق وجايه باش تبكي تمشي تاكل هذي انا دكتور هذي انا نضحك عليك انا وجيع ولا الم ولا فرحه ولا غش ولا اي هذيك علاش خاطر علاقتنا هكاك وعلى ذاك انت وانا مثلا الموضوع ياسر فرحان اللي باش نحكي عليه خاطر فما عباد خدمت على الحكايه هذي مساله السمنه مش مساله تغذيه كهو فيها تغذيه وعنصر كبير اما فيها علاقه كبيره ياسر مع الماكله يعني الانسان باش يمشي ياكل مش خاطر جيع كهو خاطر جاع اوكي وتو نحكيو عليه كيفاش تصير مراحل الجوع والماكله وكيفاش نشبعوا اما اهم حاجه زاده فما ليموسيون فما الاحساس خاطر ساعات المشاعر ساعات الانسان يكون قاعد يقول انا توا شهي حاجه مش عارفها شنو هو مي انا نحب ناكل حاجه توا بنينه شنو هو ما نعرفش
فما برشا عباد تقول لك انا نتشهى ياسر ولا انا هروقي ولا انا عندي مشكله. ما عندكش حتى مشكله، خاطر انت بدنك ملول الدنيا شاف الماكلات الكل. دونك بدنك يعرف في كل ماكله باش يشوفها شنو هي الكومبوزيسيون نتاعها، تعدى عليه وسكانيهم الكل. كي يطلب حاجه معينه خاطر حاجته بزوان سبيسيفيك، حاجته بالحاجه هذيك فيها حاجه حاجته بها. سبحان الله. دونك يطلبها خاطر فما ميموار وفما سيستيم يخدم وحده يطلب الحاجه هذيك وحاجته بها. مثلا انت حاجه بحاجه مالحه جست ماشيه هكا ماذا بيك الحاجه مالحه، خاطر فما صوديوم طايح في البدن حاجتك بحاجه مالحه باش تطلع الصوديوم. بالضبط. طايح لك السكر تحس بروحك رعشه هكا واحد وتلوش باتيسري ولا حاجه باش تاكل. طيح السكر لازمك حاجه فيها السكر باش تطلع السكر. دكتور علاش العبد ما يشتهيش حاجه؟ علاش ما يشتهيش انا كعب عنب ولا ما يشتهيش؟ نشتهي كان جاتو، نشتهي كان بس حاجته بالحاجه ما حاجته كان بالمسكرات هذوما اللي حاجت فيهم برشا سكر ولا حاجه دسمه. نحكي وانت شكون ساعه؟ درعيه اشهر من نار على العالم المختلف. مش هذيك المشكله، اما انت شكون؟ انت بدنك اللي لداخل مع روحك ومع نفسك والحاجيات نتاع بدنك، والا عبد شراه ويحب يفرض على روحه حاجات معينه. الخدمه الكل اللي نخدموا فيها واللي خدموها العبيد اللي علمونا باش نخدموها، كيفاش نرجعوا للسيستيم دوريجين اللي احنا فيه؟ يعني انت حاجه برامج نرجع اي فوالا ميزاجور لازم تاع السيستم الصحيح. السيستم الصحيح يقول عبد جيعان يمشي يمشي ياكل. الجوع هو حاجته البدن انرجي دونك لازم ياكل حاجه. وفما ليموسيون اللي كيما قلت لك اللي حاجتنا باش ناكلوا حاجه على خاطر الحاجه البنينه تطيح النيفو نتاع ستريس. كيفاش تطيح؟ خاطر تطلع لك هرمون دوبامين. الدوبامين هو يطيح النيفو نتاع ستريس. مش محبه في الحاجه هذيك كهو، لا انت حاجك باش تشيخ. الشيخه هذيك طلعها دوبامين. ممنوع. دونك الشيخه هذيك باش توصل لها تاكل حاجه بنينه. بون احنا شنو هي الخدمه؟ لازمك توصل للشيخه هذيك ويزمك البنه هذيك، مي كيفاش نوصلوا بالمينيموم تاع الكميه والشيخه تكون لو ماكسيموم. سي سكو جالي فو دير دكتور، مثلا انا البارح انت توا تحكي وانا عندي برشا الم وحاسه بالذنب كبير على خاطر البارح كليت صحن مقرونه تيلمون بنينه زدت الثاني وعبيته مليح مليح مليح، كيفاش انا نجم ناكل ربع صحن مقرونه ونطعمه ونشيخ به هكا الصحن هذاك من غير ما نزيد الثاني والثالث؟ محليك في لب الموضوع هذا. شوف هي انت كي باش تمشي تاكل خاطر فما جوع، عاده في الحالات العاديه جيعان. دونك هذاك اللي يهزك باش تمشي تاكل. باش تبدا تاكل كان تلاحظ تبدا تاكل اون بلين كونسيونس، معناها واعيه بلاصه كالم مرتاحه ترانكيل وفي عقلك ومركز على اللي تاكل فيه. كان تبدا تاكل بشويه بشويه تشم الماكله وتشوفها السباغيتي ولا البارح اللي كليتها روسور خسور انزل متلقاش معاه محل ولا خسور، حط الرسور لون حط في فمك وتتبن الجو والكسوس والشيخات اللي فيهم الكل وتبدا تاكل فيها. عاده خمسه سته قدمات تبدا تحس الجوع مشى هذاك ساسيتي. ما تعديش الهواء برشا في فمك و تاخذ معناها راحتك مع الماكله تعيشها افون. تمغض بالكدا وتاخذ راحتك وما تقعدش تشوف. ليسونس الكل تخدمها، تشوف الحاجه اللي قدامك البريزونتاسيون نتاعها تشمها. فما حاجات فيها تتقرمش تقرميش كيما الشوكولاته ولا حاجات البنات باش تعمل المطعم نتاعها اللي جو اللي فيها. فما ديزاغوم بعد المطعم، فما تراجيم تاع الماكله باش تاكل الماكله باش تهبط في كريجمك وتهبط هنا. الماكله الباهي انك تعيشهم هذوك من الكل وتوصل الماكله لهنا، من بعدها تاكل القدمه اللي من بعد تعاود تشيخ بها زاد وتعمل عليها كيف خاطر تعمل لك حتى شيء. انا نستنتج من كلامك دكتور. جست نعمل لك سيكل و سامحني تفضل. اسمع دونك في خمسه سته قدمات نورمالمون احساس الجوع يمشي. مي ما زلت حاجتك باش تاكل. دونك تقعد تاكل حتى توصل النيفو اللي قدامك تولي انديفيرونت، معناها كيما تزيد كيما لا، خذيت غرضك منه. هذاك نيفو نتاع الشبع. دايور في ديننا فما حديث ممتاز ويلخص العمليه الكل. يقول لك احنا نحن قوما لا ناكل حتى نجوع ولا لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا فلا نشبع. معناها ما ناكلوا حتى نجوع، السونساسيون نتاع الفان هي اللي تهزك باش تاكل.
اون فوا كليت مش لازم تعبيها لهنا ولا تنظف اللي قدامك الكل. سامحني في حكايه الجوع، ما عرفتش اسكو صحيحه ولا لا، ماذا به واحد يقول لك ما تاكلش وانت جيعان، معناها حاول في وقتك في وقت الماكله كل حتى لو كنت ماكش جيعان، ما تقولش انا مش جيعان توا، خاطر كي الجوع باش تبدا فما لهفه. لطفه سي سا بالضبط، فما اون فيت تخوا فان، فما لابتيت الجوع الصغير الخفيف. فما الجوع الممتاز اللي يخليك تاكل منظمه بشرها وتعمل كيف على الحاج، وفما الجوع المفرط اللي ياسر جيعان. الخفيف والمفرط ما يخليكش تاكل اليس. الخفيف تبدا تاكل ما عينكش كي تبدا جيعانه برشا تولي تاكل حاجتك بانرجي، دونك باش تعبي الساعه باش توقف الوجيعه والقلق نتاع الجوع. الجيعه اللي نخدموها احنا باش نلقاو لها بون فان، الجوع الباهي اللي يخليك تتمتع بالماكله وتاخذ غرضك منها كطاقة وكبليزير كشيخة في الماكلة. احنا من بكري نحكيو على كيفاش ناكلو وما حكيناش شنو ناكلو، معناها الكاليتي نتاع الماكلة اللي ناكلوها. اسكو كيف انا نجوع اذا نجوع مثلا كيما انت كنت تحكي نحب ناكل توا حاجة حلوة، اسكو نجم نقول لا ما ناكلش توا الحلو، خلينا ناكل شوية سلطة وشوية مقرونة مثلا وتم بعد ناكل الحاجة الحلوة. الوضعية اللي مثلا حكينا فيها اللي احنا براتيكمون نعترف بالفشل نتاعنا مع الريجيم، نعترف اللي 80% من العباد ترجع تسمن على خاطر هوني ماناش نسمع في رواحنا اش حاجتنا بالضبط. مع هذوكم نزيدوا دي افكار جديده ودي ريغل جدد باش ناكلوا بهم. تاكل لازم ديتيتيك برشا ولازمك تختار الماكله ولا هذاك ديجا ضغط اخر ما يخليكش تاكل انتويتيفمون، ما تاكل بتلقائيه. لوكات كي تاكل بتلقائيه تاخذ غرضك من الحاجه وننجحوا. المشكله كان ناخذوا كان الفوليم تاع التغذيه كهو ما ننجحوش، دور الستاتيستيك تقول ما ننجحوش كهو. بالطبيعه يلزم ماكله نظيفه، يلزم مثلا بان كومبلي خير من الخبز العادي، حاجه بيو خير من حاجه فيها دي بيستيسيد وفيها الدويات والمشكلة. حاجه ما فيهاش لي زورمون مثلا دجاج عربي خير من دجاج نتاع الماكينه. الحوت خير من اللحم الاخر. دور احسن نظام غذائي يرجعوا الدنيا الكل تقول اللي هو النظام نتاع المتوسط نتاع الريجيم ميديتيرانيان اللي هو الباز نتاعو الاكتيفيتي فيزيك، السريال برشا، الحوت ومشتقات البحر كلهم، والغله والخضره، ومن بعد يجي اللحم، ومن بعد يجي الدجاج، ومن بعد يجي حاجات اخرى. معناها كان تبقوا اللي احنا تربينا عليه بطريقه عاديه بالعكس ماكلتنا ممتازه. ممتاز. احنا الخدمه الكل اللي باش نخدموها اللي نرجعوا العبد في الماكله العاديه نتاعو. ما يسمنش خاطر يحترم في احساس الجوع، يحترم في احساس الشبع نتاعو، يحترم في المشاعر نتاعو مع الماكله. نهار عاديه تعب، نهار كامل يجري كل شيء، في الليل باش يحط حاجه بنينه يعمل عليها كيف. يلزمك تعمل كيف، تنجمش تهرب منها، تنجم تهرب منها شهر اثنين، ما تنجمش تهرب حياتك كامل. يلزم تتعلم تاخذ البليزير نتاعك مع الماكله اللي باش تاكلها باش تسيخ بها. سينو اذا ما تصيرش الكونفور وتسيخ بالماكله باش ترجع تاكل دوبل، معناها باش تقوم لها في نص الليل ماذي ساعة وتسرح على الفريجو. دونك يلزم اكيليبر في وسط هذا الكل. وهذا الكل بيان سور باش تابعونا كل نهار اثنين مع دكتور زبير شاطر مختص في التغذية، ان شاء الله لمدة شهر باش تفيدنا بالنصائح نتاعك استاذ. دونك نخرجوا فاصل احنا ونرجعوا.